السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون دولة الكويت، نبدأها بأهم العناوين. رئيس مجلس الأمة خلال لقائه الجعفري يؤكد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب. ومجلس الوزراء يوافق على إطلاق قائد للعمل الإنساني شعارا للاحتفاليات الوطنية لعام 2015. مرحبا بكم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم مع وزير الخارجية العراقية الدكتور إبراهيم الجعفري، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقال الغانم في تصريح صحفي إن اللقاء تركز على آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إضافة إلى بحث القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وأضاف الغانم أنه أكد للدكتور الجعفري خلال اللقاء أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية والتنسيق السياسي لمجابهة خطر الإرهاب الذي يضرب مناطق واسعة من العراق ودول أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب يجب أن تعالج على مستويات عدة، السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وقال الغانم إن زيارة الجعفري للكويت مهمة لأنها تأتي فقط بعد أيام من زيارة مماثلة لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، كما أنها تأتي عقب اكتمال تشكيل الحكومة العراقية بما فيها الحقائب الأمنية والتي ضمت كافة الأطياف السياسية العراقية. من جهته قال وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري اليوم حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الكويت ودفعها نحو الأمام، مشيدا باللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس. وقال الجعفري في تصريح للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس الأمة اليوم أنه لمس حرص مجلس الأمة على تطوير العلاقات الكويتية العراقية والمضي بها نحو الأمام واستعدادهم للعمل مع العراق الجديد. معالي الرئيس السيد مرزوق الغانم مع مجموعة من مسؤولي اللجان وأعضاء مجلس الأمة، كان لقاء على درجة عالية من الأهمية اكتسب عندي شخصيا عندما اطلعت على تصوراتهم جيدة ومتابعتهم للوضع العراقي وحرصهم على تطوير العلاقات العراقية الكويتية والمضي بها بطريق صاعد نحو الأمام واستعدادهم للتعامل مع الوضع العراقي الجديد وتتبعهم للأخبار العراقية. من طرفنا أيضا وافيناهم بالأخبار والمستجدات التي حصلت في العراق على كافة الصعيد، على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، وتباحثنا أيضا واتفقنا على ضرورة الإسناد المشترك باعتبار أن المجلسي البرلمان هما بيتا الشعب، الشعب العراقي والشعب الكويتي، ونحن عندما نعقد أمالا على كل برلمان بالعالم صورة خاصة البرلمان الكويتي نظرا لعلاقته ولتاريخه القديم، إنما نعقد أمال لأننا نعتقد أن المقاربات الحقيقة بين المجتمعين وهي قاعدة الاستقرار الحقيقية بين كل بلدين يكون من خلال مجلس النواب، لأنه بيت الشعب ولأن أعضاءه هم ممثلو الشعب الحقيقيون، وبالتالي نوجه رسالة مرة للحكومة وأخرى للشعب الذي انتخبهم. نفس الرسالة تتوجه لإخواننا وأعزائنا أيضا في أعضاء البرلمان العراقي، خصوصا وأن السيد سليم الجبوري معه وفد منوع من البرلمان العراقي كان قد زار الكويت وأيضا حمل هذه الرسالة. فأنا أتصور أنه العلاقات العراقية الكويتية تندفع بأشواط ملحوظة وتمشي في طريق صاعد نحو الأمام، وأعول عليها كل الخير لصالح البلدين. شكرا دكتور الرئيس. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على رسالة موجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس دكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة، والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين. وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي 14 لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي، أكد مجلس الوزراء على أهمية ما تضمنه النطق السامي والخطاب الأميري الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة من توجيهات سامية من شأنها ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وتحقيق الخير والمصلحة للوطن والمواطنين، وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم بلدنا العزيز ورفعته، منوها بما تضمنه الخطاب الأميري من تشخيص دقيق للواقع الإقليمي المضطرب ولأوجه الخلل والمعوقات التي تعترض سبل الإصلاح، والتي تعكس حرص سموه حفظه الله على تلمس اهتمامات المواطنين وهمومهم وإيجاد أفضل الحلول لمعالجتها وتحقيق آمالهم وطموحاتهم. كما تدارس مجلس الوزراء أيضا سبل تفعيل مضامين الكلمة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي تناول فيها التوجهات الرئيسية وفلسفة العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، والتي تقوم على أساس حتمية التعامل الموضوعي والواقعي مع القضايا الوطنية لما يحقق التوازن السليم بين الطموحات والإمكانات المتاحة في جميع المجالات، مؤكدا على أهمية التركيز على معالجة القضايا المصيرية وتنسيق العمل الجماعي الفعال والتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات المختلفة بما يخدم عملية الإصلاح المنشود في جميع الميادين ويحقق مصلحة الوطن العليا. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة. ومن جانب آخر، استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013-2014، وملاحظات ديوان المحاسبة على أعمال الوزارات والإدارات الحكومية، مشيرا إلى عدد من الموضوعات ذات الأهمية وبما يترتب عليها من آثار مالية واقتصادية واجتماعية، والتي تتطلب كل اهتمام بالنظر فيها ودراستها والعمل على معالجتها. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها ديوان المحاسبة في إعداد تقريره السنوي للوزارات والإدارات الحكومية المختلفة للدولة، ودعا كافة الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. هذا وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواء الركن الشيخ عبد الله نواف الأحمد الصباح إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح موافقة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بشأن إطلاق شعار قائد العمل الإنساني على احتفالات دولة الكويت لعام 2015. وقال الشيخ محمد عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم إن إطلاق هذا الشعار جاء بمناسبة تكريم المجتمع الدولي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،
ومنحه لقب القائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني. دعا وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى سرعة إنجاز مجمعات المحاكم الجديدة والعمل على الارتقاء بخدمات العدالة. جاء ذلك عقب جولة قام بها الصانع إلى محكمة الجهراء وإدارة تنفيذ الأحكام بالجهراء ومجمع محاكم الجهراء الجديد ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وشدد الصانع على وجوب الارتقاء بالخدمات إلى مستويات من الدقة والسرعة والكفاءة والتميز وصولا إلى أرقى درجات رضا العاملين. قال وزير المالية أنس الصالح إن إدارة نجع الملكية للمنفعة العامة قامت مؤخرا بتثمين مجموعة من العقارات انطلاقا من المصلحة العامة للبلاد بما فيها المباني في محيط المستشفى الأميري والصوابر، مشيدا بالدور الكبير لهذه الإدارة وعراقتها. وأضاف الصالح في تصريح للصحفيين على هامش احتفال أقامته إدارة نزع الملكية اليوم بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها إن تثمين العقارات في البلاد للمنفعة العامة اختصاص أصيل لإدارة نزع الملكية العامة، وليس هناك توجه أو نية حكومية لاستملاك قصر دسمان، مشيرا إلى أن ما تم تداوله هو قرار إحدى لجان المجلس البلدي. احتفال إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمرور 50 عاما على إنشائها يأتي بعد عقود من العمل على خدمة المصلحة العامة بتثمين العقارات ونزع ملكيتها فقط للمنفعة العامة. وأقيم الاحتفال باليوبيل الذهبي للإدارة بحضور وزير المالية أنس الصالح وعدد كبير من موظفي الإدارة الحاليين والسابقين. فعلا هذه يعني واحدة من الإدارات اللي نسجل افتخارنا فيها، تقوم ب يعني تحديد المصلحة العامة، فيها رجالات ثقات في لجانها المتعددة، سواء لجنة التثمين والتي يرأسها الله يشافي إن شاء الله العم دغيشم الدغيشم، وكثير من أهل الاختصاص يقومون بتحديد المنفعة العامة، وبعد أن تتحدد المنفعة العامة تتم الإجراءات الطويلة العريضة بما فيها التثمين والتقييم ولجان الاعتراض وخلافة من اللجان. فيعني أنا أسجل تقديري واعتزازي وثقتي في هذه الإدارة والقائمين عليها. 50 عاما مرت على إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة التي عملت طوال تلك العقود على تثمين العقارات للصالح العام لتسهيل مهمة بقية مؤسسات الدولة في توفير الخدمات العامة. تشرفنا برعاية معالي وزير المالية في احتفالية 50 عام على إنشاء إدارة نزع ملكية، وفاء للجيل السابق والمدراء السابقين اللي كان لهم دور كبير. حرصنا أن نكرم كوكبا من مدراءنا السابقين الذي لهم بصمات واضحة في عمل إدارة نزع الملكية، وكذلك كرمنا من أقدم موظفين الإدارة. تخلل الاحتفالية عبارة عن معرض عن مستندات وسجلات الإدارة القديمة، سواء سجلات لجان التثمين أو السجلات المالية. عبد الرحمن مري، تلفزيون دولة الكويت. افتتح وزير الصحة دكتور علي سعد العبيدي مركز عبد الكريم السعيد التخصصي للأمراض الجلدية الواقعة في ضاحية عبد الله السالم. هذا المركز مزود بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التي تواكب آخر التقنيات الحديثة في هذا المجال. إضافة جديدة تدعو إلى الفخر والاعتزاز لمساهمات أهل الكويت الأوفياء في دعم وتطوير مسيرة الخدمات الصحية، ويؤكد على وعي أهل الكويت وإدراكهم لمسؤولياتهم الصحية باعتبارها مسؤولية مشتركة. مركز عبد الكريم ناصر عبد المحسن السعيد للأمراض الجلدية يعد نموذجاً رائعاً لتسابق أهل الخير لإقامة المشروعات الصحية على امتداد أرض الكويت. افتتاح مركز عبد الكريم السعيد للأمراض الجلدية في منطقة عبد الله السالم، وهذا الافتتاح جاء
بتبرع من السيد عبد الكريم السعيد بمبلغ ما يقارب 2 مليون دينار كويتي، ويشمل المركز العديد من العيادات التخصصية للأمراض الجلدية بجميع أمراضها واختلافاتها، وكذلك يشمل العلاج بالليزر والعلاج الضوئي والصبغات وخلافها، وعلاج بثاني أكسيد الكربون وأي أنواع حديثة استخدموها الأخوان الأطباء في هذا المركز. التوسع بالعيادات التخصصية للأمراض الجلدية وافتتاح وحدات تخصصية جديدة يعتبر جل اهتمام وزارة الصحة إلى جانب حرصها على إنشاء أقسام جديدة مستقلة. لم يتوقف اهتمامها عند المباني، بل وأيضا التركيز على العنصر البشري. نعمل على قدم وساق أيضا في توفير التخصصات الطبية الدقيقة في موضوع الأمراض الجلدية، وعندنا ابتعاثات ما يقارب 17 تقريبا ابتعاث يمكن إلى كندا وأمريكا وبريطانيا لحصولهم على درجات العليا في الأمراض الجلدية، وأيضا لدينا في البورد الكويتي للأمراض الجلدية بالتعاون مع طبعا أو بالتنسيق مع الأخوان في معهد الكويت التخصصات الطبية ما يقارب يعني 27 أو 25 طبيب يقومون بدراسة دراسات عليا للأمراض الجلدية. هو مركز شامل يضم تحت مظلته العديد من العيادات التخصصية وقسم الصيدلة والتعقيم وغرف للعمليات الصغرى وغيرها من الخدمات. هذا المركز يخدم منطقة العاصمة الصحية. أنشئ بتبرع من السيد عبد الكريم السعيد متخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية. في هناك يتكون من دورين، الدور الأرضي عبارة عن عيادات جلدية عامة وعيادات جلدية متخصصة مثل جلدية الأطفال وإكزيما التلامسية. الدور الأول عبارة عن وحدات متخصصة بالجلدية مثل وحدة الليزر، وحدة الجراحة، وحدة العلاج الضوئي. بصمات الأيادي البيضاء من أهل الكويت الأوفياء تضيء نور البرامج والمشاريع الصحية لتطوير النظام الصحي، وما تم افتتاحه اليوم ترجم على أرض الواقع وجسد مدى مساهماتهم الجليلة في تطوير المنظومة الصحية والدفع بها إلى الأمام. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. قال وزير الصحة دكتور علي العبيدي إن تغيير مسؤولي المكاتب الصحية في داخل أو خارج البلاد أمر وارد، وأن أساس نجاح العمل يعتمد على الاجتهاد والإصرار وخلق قنوات اتصال مع الجمهور بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين. عامة التغييرات واردة في أي مكان، سواء المكاتب الصحية الخارجية أو أي مكتب فني أو أي إدارة فنية أو حتى أي مدراء مناطق صحية. أنا واضح في كلامي، المقياس عندي هو الإنتاج، المقياس عندي هو العمل، المقياس عندي هو النجاح، المقياس عندي هو الاستمرار، المواصلة مع المجتمع، تسكين أو تقليل الوصول إلى القيادات أو الوزارة، بحيث أن المواطن من يوصل إلى المدير، يوصل إلى نائب المدير، يوصل إلى رئيس المكتب، يحل مشكلته، ولا ليش موجود في هذا المكان إلا لحل المشاكل، إلا للوضع الاستراتيجي، إلا لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وزارة الصحة. لذلك هذا التقييم راح يكون إن شاء الله، والمستحق إن شاء الله يستمر. الله يبارك. افتتح اليوم مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور عدد كبير من المسؤولين المحليين وخبراء مؤسسات إقليمية وعالمية، وتم خلاله مناقشة العديد من المحاور الرئيسية أبرزها أهمية معايير الحوكمة وأثر الأزمة المالية على منظور الرقابة والتشريعات في المنطقة. في ضوء الأزمات المالية التي شهدتها أسواق العالم في السنوات الأخيرة وانعكاساتها المؤثرة على أوضاع المؤسسات المالية، قفز مفهوم الحوكمة إلى صدارة الأولويات وإن كانت بدرجات متفاوتة بين دول المنطقة. وحرصاً من المعهد العربي للتخطيط، نظم المعهد مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون بعنوان الحاجة إلى تصميم معايير حوكمة خليجية. أنا أعتقد أن المؤتمر جاء في وقت مناسب، مثل ما انتم عارفين ان دول مجلس التعاون وايضا دولة الكويت تشهد تغييرات سياسية ومالية مما اثر على اسواقنا المحلية، وبالتالي جاء هذا المؤتمر ليضع النقاط على الحروف وتكون هناك تطبيقات رقابية حديثة.
شعار المؤتمر الحاجة إلى تصميم معايير حوكمة خليجية يهدف في المقام الأول إلى تطوير ممارسات وأنظمة الحوكمة إقليميا وتحديدا في منطقة الخليج العربية. ولكن هل ما يطبق دوليا وإقليميا وعالميا يتلائم مع بيئة الخليج؟ هذا السؤال المهم المطروح اليوم والذي سيتم مناقشة يعني هذا المحور، الحاجة إلى تصميم معايير خليجية للحوكمة. سؤال يطرح نفسه، هل نظام الحوكمة أصبح قضية في غاية الأهمية ومطلبا أساسيا للاستدامة ونمو المؤسسات من القطاعين العام والخاص؟ بالتأكيد الحوكمة هي أساس لاستدامة الشركات التي تطبق الحوكمة. لو ننظر إلى أرباحها وإيراداتها واستدامتها نجدها أفضل بكثير، لذلك هي عنصر أساسي ولها انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى الشركات. والمشكلة أن في كثير يعني في عدم قبول وعدم فهم لهذه المعايير، وأيضا يعني المعايير هي شيء بسيط وسهل، هو فقط أسلوب إدارة يتسم بالعدالة والشفافية. تجمع خليجي يهدف في المقام الأول إلى التأكيد على أهمية ملف الحوكمة وتسليط الضوء على محاور عديدة. المؤتمر هذا فرصة لحوار خليجي تساهم فيه شخصيات دولية وتساهم فيه مختصين وخبراء لبحث مدى فعالية الإجراءات واللوائح التي تم إقرارها في دول مجلس التعاون، هل أدت الغرض المطلوب في تعزيز مبادئ وأصول ومعايير الحوكمة؟ إلى أين وصلنا في هذا المجال وما هو مطلوب منا؟ ترسيخ ثقافة الحوكمة أصبح من الأولويات لما لها من أثر في خلق بيئة عمل مبنية على أسس سليمة تعزز قدرة المؤسسات والشركات المالية على تحديات ومواجهة الأزمة الاقتصادية. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى ناهض سعود فراج العجمي عن عمر ناهز 41. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شيء مفرج رباح الخميلي أرملة حمود سعد ثويمر الرشيدي عن عمر ناهز 75 وسيوارى جثمانها ثرى بعد صلاة عصر غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عائشة حمد عبد الله الهران عن عمر ناهز 75 وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر غد بمقبرة صبحا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي يوسف الراشد في لغة الإشارة. بقى نذكركم بأهم العناوين. رئيس مجلس الأمة خلال لقائه الجعفري يؤكد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب. ومجلس الوزراء يوافق على إطلاق قائد للعمل الإنساني شعارا للاحتفالات الوطنية لعام 2015.